الله معكم. اليوم رح نتعلم كيف نسكر المسبحة. عندي هون مسبحة خالصة، تركت أول ما بلشت فيها تركت دراع وما اشتغلت فيه، هاي البداية. تركت دراع كامل، وبعدين بعد الدراع عملت حبة، بعدين حطيت خرزة وكملت باقي المسبحة. أنا مسبحتي كانت 28 حبة مش 33 حبة، لأنه تطلع معاي على هذا الخيط 33 حبة كبار. فأنا خلصت عندي 28 حبة، بتقدروا تعملوها 26 24 حسب مقاس الإيد أو حسب الخيط. رح أجي أحط الخرزة الثانية آخر الخيط، رح أخذ الخيط وأدخل فيه الخرزة وأحطه زي هون. احنا هلأ عم نعمل بالصليب المتصل، مش اللي بيكون نازل لتحت، بيكون على شكل اسوار. رح نسحب زي ما تعلمنا بالفيديو اللي قبل. هلأ رح نيجي للخطوة الأهم، والخطوة اللي رح توصل الصليب. عندي هون أنا الخيط اللي بلشت فيه وتركت له دراع لسه مسكر عندي هون، يعني لسه متصل الخيط، فرح أقصه وأخليه خيطين مش خيط واحد. فهيك صفت عندي أنا أربع خيطان، خيطين من هون وخيطين من هون، في واحد أقصر من الثاني مفروض، يعني أحيانا بيكونوا قد بعض بس إجمالا بيكون واحد أطول من الثاني. يعني عندي هون أنا خيطين، رح أبلش بالخيط الأطول وأعمل فيه حبة عادية بس مش رح أسكرها، يعني بهاي الطريقة. مش رح أسكرها بهاي الطريقة، يعني رح أخلي فيه هنا الفتحة المدورة وهاي الخيطين اللي إحنا نازلين من الحبة. رح أخذ المسبحة كلها بهاي الطريقة وأدخلها بهاي الطريقة، من هدول الخيطين رح أدخلهم بهاي الدائرة اللي مفتوحة عندنا هون، رح أدخلهم بهاي الطريقة هيك، واحد من فوق واحد من تحت بهاي الطريقة، رح يدخلوا الخيطين من عندي بهاي الطريقة، رح يكونوا تنين داخلين وتنين طالعين. بعدين الخيطين اللي واصلين الحبة هاي رح نسحبهم بهاي الطريقة ونشد الحبة زي اي حبة تانية. رح نلاحظ هون انه في خيطين نازلين وخيطين طالعين، هدول الخيطين هدول التنين ما رح نلعب فيهم هلأ، رح نخليهم على جنب. الخيطين النازلين لازم نضل مركزين عليهم. رح اشد الحبة وارفعها لفوق زي اي حبة عادية، بس المميز بهاي الحبة انه في خيطين طالعين منها بهذا الشكل هيك. يعني في خيطين طالعين منها لفوق اللي هم من اصلا مربوطين مع هذا الخيط بهاي الطريقه، ورح اشدها منيح
وأحاول أركز أتبع على مسار الحبة الأصلي وأحاول أسحبها. هيك أنا بكون خلصت تسحيب الحبة اللي بالوسط. الخيطين اللي طالعين عندي من الحبة هدول تنين رح أسحبهم لفوق بهذه الطريقة. فرح ألاقي المسبحة عندي عم بتضم على بعضها. رح ألاقي المسبحة عندي بلشت تبين أسوار أو دائرة. هيك بتكون المسبحة عندي صارت دائرة. كيف بدنا نعمل الصليب؟ زي ما ملاحظين احنا انه في اربع خيطان طالعين من هاي المسبحة، في خيطين على اليمين وخيطين على الشمال. رح نحاول نشد الحبة كتير منيح من تحت ومن فوق عشان ما يكون في عنا فراغات بالشغل ويكون كل شيء مرتب وشادد على بعضه بهاي الطريقة. عشان نعمل الصليب بدنا حبة هون وحبة هون، يعني حبة على كل جنب. وهاي الطريقة رح تكون سهلة. رح نمسك الخيطين الأولانيين اللي هون ونعمل فيهم عقدة عادية. بعدين رح نسحبها لفوق. فهيك صارت الحبة عند الصليب من فوق أو على الطرف. رح نشدها كتير منيح. ورح نشدها من تحت كمان. وبعدين نسحبها. رح نحاول نبعد هدول الخيطين عشان ما يشوشونا ونبلش نسحب الحبة. رح نسحب التانية. هيك بكون خلصنا الطرف الأول من الصليب بهاي الطريقة. هلأ بصير لازم نعمل الحبة التانية نفس الطريقة. بلش بالحبة. احنا شايفين هون الصليب اكتمل بس ضل نسحب الحبة. طبعا بنشدها كتير منيح تحت وعلى الجوانب. هلا بنسحب الحبة.
هيك بيكون خلص الصليب، وآخر إشي منقص الطرفين ومنحرقهم، وهيك بتكون خلصت المسبحة.